عامل ايه؟ تمام. لما قال لك هسيب الشغل وهفتح شركه او هعمل ستارت اب، رد فعلك كان ايه؟ هو اول ما قال لي قال لي انا استقلت اصلا. خبر ابيض. بيبلغ مش بيستشير حتى في التليفون. فانا قلت له فقلت له طب احنا هنعمل ايه؟ قال لي احنا هنعمل مشروع. قلت له ايه المشروع اللي احنا هنعمله؟ قال لي احنا هنعمل ابلكيشن للتعليم. قلت له اوكي انا همسك الماركتينج. فكره ان انتوا الاثنين متجوزين وشغالين مع بعض في ستارت اب، هي دي مش فيها خطوره شويه؟ انه بعد الشر بعد الشر بعد الشر لو الستارت اب ده ما نجحش كده دخل البيت من الناحيتين هيقف، انت شايف ايه؟ هو اي بزنس هو ريسك ولازم ناخد ريسك، يعني مش ما عندناش حل غيره بصراحه. يعني جود لك ويا رب الريسك اللي انتوا خدتوه ده يباي اوف جوه مع لجنه التحكيم. انا فؤاد سليم، مؤسس ايديو باي. احنا عارفين ان تقريبا اي اسره مصريه بتدفع حوالي 30% من اجمالي الدخل السنوي عشان تعلم طفل واحد بس، واي تعليم كويس كل ما ندور على تعليم احسن كل ما بندفع اكتر. عشان كده احنا عملنا ابلكيشن ايديو باي، احنا بنوصل بيه ما بين المؤسسات التعليميه وما بين اي حد ايديوكيشنال سيكر او اي حد بيدور على فرصه تعليميه يقدر يقدم عن طريق تمويل. احنا بندي برضو تمويل للبيرنت، احنا بنساعدهم، بيكون في اكتر من فتره سداد، ممكن هو يختار ايه انسب فتره دي. انا بس بحاول افرق ما بينكم وما بين العادي، يعني اللون الطبيعي اللي بيطلع للتعليم. احنا الموضوع عندنا مش ايديوكيشن لون بس، احنا الموضوع عندنا احنا بنشبه الابلكيشن بتاعنا ببوكينج شويه. يعني ايه بوكينج؟ احنا بنوفر كل الفاسيلتيز لاي حد او اي ايدوكيشنال سيكر بيدور على خدمه التعليم بيقدر يخش من اول اللوكيشن، من اول بيشوف الاسعار اللي هو بيطلبها او ايه الابيليتي اوف بيمنت بالنسبه له، لغايه اللي هو بيقدر يامن ولاده اللي هو كميديكال انشورنس او لايف انشورنس لا قدر الله في حاله العجز او الوفاه يقدر المبلغ تدفع له. لو حد من الناس اللي بتقسط اوريدي في السوق عمل الموضوع ده هو بسهوله هيطيرك ازاي؟ في منهم شغالين فعلا، بس الفرق ما بيننا وما بينهم هم بيقفلوا نفسهم على نتورك، هم بيتعاقدوا مع مؤسسات تعليميه معينه، احنا بنتعامل مع اي جهه تعليميه. خليني اغششك، انت بتقفل اللون في قد ايه؟ 48 ساعه. 48 ساعه الابروفال بتيجي خلال 48 ساعه، ماكسيمم 4 ايام بندفع في مؤسسه تعليميه. اللجنه بتخاف قوي من الشركات بتاعت اي اتنين متجوزين. ايوه طبيعي يقلقوا، يعني لا قدر الله حصل طلاق يعني الشركه هتبوظ. بعد الشر الا ايه؟ بعد الشر. بس انا بتكلم انه لو حصل خلاف زوجي الشراكه ايه؟ نعم، فين البيزنس موديل؟ راح عند محكمه الاسره ولا ايه؟ اتوقع السكور يكون تمام ان شاء الله. تعالوا نشوف بقى ايه هم قرروا ايه وده يترجم في النتيجه يا رب. ايديو باي من القاهره. اخضر اخضر تعالى. 60% رقم مهم وكبير. بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وان شاء الله تبقوا معانا، تبقوا موجودين في الليسته في التوب 30 ان شاء الله. بالظبط ان شاء الله. جود لك، مبروك.